مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة الشمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في مطبخ أمينة الشمس. اليوم إن شاء الله غادي نصاوب معكم تحلية اللي غادي تعجبكم اللي كتجي زوينة. بسم الله، عندي طر ديال الحليب، غادي ندير لهم 5 ديال المعالق ديال السكر سنيده و 5 ديال المعالق كبار عامرين مزيان ديال النشا، وغادي نخلطهم مع الحليب بارد حتى يتخلطوا لينا مزيان. انتما كتشوفوا هي كتغلي وانا كنحرك باش ما تلصقش حتى كيتقال لينا الخليط. انتما كتشوفوا هو تقال، انا كنغلف هاد المول غلفته من برا باش ما يخرجليش السائل على مع الجناب بحال هكذا. غادي ناخذ معلقه ديال الزبده غادي نزيدها فيه ونخلطها حتى تذوب وعاد غادي نكبو في المول. انتوما وغادي نكبو غادي ناخذ اللوز عندي محمر بالقشور ديالو، طحنته شويه خليته حرش وكنفرقه من الفوق بحال هكذا. غادي نخليه يبرد وغادي نخدموا الكريمه اللي غادي نديروها بعصير البرتقال. عندي جوج كيسان ديال عصير البرتقال، عندي 5 د المعالق كبار عامرين ديال السنيده، عندي جوج ديال صفار بيض. غادي ناخذ جوج معالق ديال النشا، جوج معالق كبار عامرين، وغادي نزيدهم معلقه ديال الزبده من بعد ما نفس الطريقه اللي درنا في الاول كنديروها حتى كتقال لينا الخليط، عاد كنحيدهم فوق العافيه. كنزيد له معلقه ديال الزبده من الفوق وغادي نكبو حتى هو فوق منهم بحال هذا الشكل هذا، وغادي ندخلها للثلاجه غادي نخليها حتى تبرد مزيان. دابا غادي نخليها حتى تبرد
وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما بردات. هانتوما كتشوفوا انا حيدتها من المول، كنزينها بالمونك. كيبقى لكم نتوما تزيين اختيار لكم كما بغيتوا، باش ما بغيتوا تزينوها بحال هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل ديالها كي كتجي، راه كتجي زوينه، غادي تعجبكم تقدموها نتوما لوليداتكم. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء، الوصفه اخرى ان شاء الله باذن الله.